السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الثانية من لعبتنا الجميلة أكواريست أو تصميم أحواض الأسماك. المعذرة على الصوت يا جماعة، لكن والله أني مرة تعبان أمس واليوم، صراحة الوضع سيء، زكام وحلق وخلوه على الله، ومع ذلك بصور لكم مقطع لأنكم تستاهلون، لأنكم أساطير. فحياكم الله في الفيديو الثاني للعبتنا الجميلة هذه. هنا يقول لك المهمة، طبعا اللي ما يدري وش اللعبة هذه، هي انت مهمتك انك تصمم احواض سمك، بعدين يكون عندك متجر كبير، الناس يجون يشترون منك وما ادري ايش ومن هذا القبيل. طيب يا جماعه، ما راح اكمل طور القصه لانه شال التخزين حقي اللي سويناه اخر مره، فيبغى لي اعيد مره ثانيه. فعشان كذا في طور اسمه ديزاينر او المصمم. شوفون عندنا المنطقه الجميله هذه، الحين مهمتنا اننا نشتري احواض سمك ونبدا نوزع فيهم او نوزع في المنطقه ذي الاحواض، صح؟ طيب خلونا ناخذ الحوض هذا. وين المكان؟ ايوه هذا هو. حلوين حلوين، هذا حوض راح نخليه مثلا هنا. لا هنا حالات الحوض اللي كيف ابيعه؟ ببيع يا اخوي، تشترون شباب؟ اوكي دبسنا بهذا، ما نقدر للاسف. فعموما الحين يبغى لنا نزين هذا، بقطه هنا اي مكان، وهنا بنحط الكبير الثاني. اتمنى اني اقدر، لانه والله صراحه ما ودي اجيب العيد. عموما هذا الحوض حقنا، شوفون شكله فاضي ما في شيء. فالحين يبغى لنا اولا نختار نوع الحياه اللي فيه. هل هي حياه بحريه مالحه، يعني اسماك تعيش في المياه الضحله ولا المالحه، ولا في المياه العذبه؟ فخلونا نشوف شو الاجمل. اوه في اخطبوط. لا دقيقه خلونا نروح للمياه العذبه اولا. تمام، اول شيء نجيب المويه. بس منين؟ اي من وين نجيب مويه يا خوي؟ يعني لو اشتري السمك ذي الحين مثلا، وين؟ ايه اوكي، وارميها في الحوض، بتعيش ولا تموت؟ There is no water. ادري، عشان كذا اقول لك من وين اجيب مويه. اوكي شريت السطل ذا، put soil. اول شيء نحط تربه. اوكي نسيت، والله مره نسيت كيف التصميم. طيب يبغى لنا تربه اولا. من وين التربات؟ من هنا. يا شباب تربات بالله، وين؟ اوكي هذه. طيب وش نختار؟ اي لون نبغى، غامق ولا فاتح؟ شوف الفاتح ما يخلينا نشوف الاسماك، الغامق ممكن نشوفهم. فخلونا ناخذ هذا، هذا شكله جيد صح؟ اي هذا حسه فنان صراحه. طيب خلونا ناخذ، اوه يبغى لنا نشتري حرفيا كل شيء حتى ذا الحفار. اوكي طيب ناخذ هذا وناخذ الحفار ونقول اغرف لو سمحت. حلوين، شوفوا الشكل مبدئيا بيطلع حلو ان شاء الله. وكذا حطينا التربة، والله لا بأس لا بأس، احسها جيده يعني. يعني بتطلع حلوة إن شاء الله. طيب نجي الحين للموية، هذه الموية هنا، شريت السطول وجاء معه موية، فإن شاء الله إني يكفي على طول يا عبدي. لا قد أشتري واحد، فشكلي بقعد أشتري حوض أو موية. شوف تشتري هذا يجيك مليان. إي والله، والحلو في الموضوع إن المود هذا مود التصميم ما فيه فلوس، فاستخدم كمية الفلوس اللي تبغى، ما عندك أي مشاكل. وهذا اللي المفروض نبدأ في البداية صراحة. أنا طاح الشباب. إي ولع، وهذا الحوض صار مليان بالاسماك. طيب قبل ما نحط السمك، مو مليان بالاسماك، مليان بالمويه. قبل ما نحط السمك يبغى لنا ناخذ فلتر ولا اوكي فلتر، ونحاول نرميه مثلا في مكان ما يخرب علينا، نخليه هنا. اوكي هنا كويس، هذا الفلتر زي ما قلنا لكم ينقي المويه ويصفيها لا يا غبي تشيله ليش؟ ابغى اضغط عليه عشان يشتغل. اوكي كذا انيبل، يلا وشغلنا الفلتر. حلوين. الحين ناخذ مو سخان، هيتر. الا سخان يا طيب. بناخذ النحيف ذا، لان ما ودنا ناخذ واحد كبير ويخرب علينا شيء. هذه ايش يا اخي انقلع. وهذا الهيتر نخليه جنب اخوه، مو اخوه ذا طبعا، بس يعني الادوات نخليها جنب بعض. المشكله ما ادري السمكه هذه وش الحراره اللي تبغاها، من 28 الى 23. طيب يبغى لنا نحط، لا يا اخي ما خسني في التحكم. بنحطها 25 تمام، لانه يعتبر في النص. ليش؟ لانه في نباتات الحين نبغى نحطهم، فما نعرف ايش الحراره المناسبه لهم. طبعا نختار المويه العذبه، فهذول وش وضعهم؟ هذه مره كويسه، فما باخذ نبتات كبار، واقلع ام النبته الصغيره ما تنشاف. يا اخي والله اللعبه ترى في الاحجام مضروبه، شوف الشكل كيف، ما كانه ما في شيء، ما حطينا شيء. هذه حلو تتحمل الحراره برضو نفس اللي نبغاه احنا. احنا حطينا 25 المرجع حقنا، ف يمدينا نتحكم في الاشياء هذه. طيب ايش بعد نحط؟ عندنا الريحانه ذي، حلو حرارتها مناسبه جدا. مو ريحان، ما ادري ايش ذا، بس يشبه الريحان. نخليها هنا، كيف الى الحين؟ لا باس
لا بأس، ما نبغى نكثر نباتات لأن نتوقع أن فيه حد معين. دقيقة، السمكة ذي لا تموت، خلونا نرميها هنا. أوكي نتأكد كيف أمورك. ليك إيه ميتة. أو ميتة تبغى أكل. وين الأكل؟ وين الأكل؟ أكل يا شباب. أوكي هذا هذا هذا. معليش 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 يا خوي معليش. تكفى تكفى لا تموت. وين راح السمك؟ إيه فوق، اطلع اطلع فوق يا خوي. كل ها. تكفى. أيوه أيوه. ما أقدر أضغط عليه ليه؟ الحين أقدر. طيب. بلانتس يبغى لنا نزود. أوكي أوكي يبغى لنا نزود سمكة ثانية. ونبتات نخلي حجمها هذه كبير. ايوه قطه هنا. اوكي زعلانين. ما ليش زعلان؟ ليش يا عزيزي ليش؟ تو المغطس جديد، ايش تبغى تزعل؟ ديكورات يبون ديكورات. دقيقه نسوي لكم ديكورات مو مشكله. طيب نجي للديكورات، خلونا ناخذ هذا، بس المشكله لونه غامق فما راح يبين لان التربه حقتنا غامقه. خلونا ناخذ هذا نشوف الحجم كيف. اوكي حجمه لا بأس، نخليه كذا نرميه هنا. ها بالله ايش رايك في الديكور الفنان؟ باقي عليهم تعجب. ليش متعجبين من ايش؟ يبون نباتات زياده. اوكي بنزيد. اصبروا اصبروا يا اخي، ايش فيكم زعلانين؟ تونا رسبنا في اللعبه. اوكي العلة ذي كبيره شوي، خلونا نصغرها. ايوه ها حطينا نبتتين فوق بعض. ها ايش تبغى بعد احسن من كذا؟ خلونا نحط ذي. بكثر لكم نبتات والله لانكم يعني اني تبون مناظر طبيعيه. تفضل تفضل تفضل، باقي ما راح تعجب. ليش راحت السمكه ذي؟ او كلهم فوق، ليش ماتوا؟ ليه ماتوا؟ او ذولي مالحين، ذولي مالحين. لا يا عيال حطينا سمك المياه المالحه يقلع ام الدراخه، وانا اقول ايش السالفه يا الله. معليش معليش يا شباب. طيب خلونا ناخذ اكبر شيء هذه نحطه هنا. اي الحين بتكون مبسوطه. طيب ذولي كيف اشيلهم؟ خلاص انت تطلع، كيف تطلع من هنا؟ والله العظيم اني فاهي. معليش الزكام ترى يأثر على خلايا المخ. ما تحسبون معلومة غير صحيحة، ترى معلومة صحيحة 100%. المهم الحين خلونا نختار سمك بس يكون حرارته 25، يعني يقارب 25، يعني عشان نقدر نخليه يعيش في البركة حقتنا لأن حرارته 25. هذا كم أنت؟ لا 23 ما ينفع. هذا 30، هذا شكله فنان. خلونا ناخذه. شو اسمه ذا أصلا؟ ما له اسم شكله. قط قط قط. ها كيف الوضع؟ مبسوطين؟ أو الحرارة نازلة ليه؟ هذا كم كانت حرارته؟ أي أنت يا طيب كم كانت حرارتك؟ أوه 27، والله درجتين بالله بتفرق معك؟ ما بتفرق. هذا هذا المفروض إنه يكون كويس. تعال والله لا زحم الأسماك، خلكم أشوف من اللي الحين زعلان. أوكي هذا حرارته 100%. الديكورات أوه معليش ديكورات ما حطينا لهم إلا حجر واحد. طيب خلونا نحاول نزين لهم الأماكن كذا. هذه لا هذه حقت مياه مالحة. نجي هنا عند التماثيل هذه، ناخذ الجره ذي ونشوف الحجم كيف. اوكي حجمها لا باس مناسب يعني، بس الحوض حقنا صغير شوي يعتبر. اوكي حطينا الجره ذي، شكلنا حبسنا سمكه تحتها بس مو مشكله. تبون جماجم وقراصنه؟ تبون قراصنه شكلكم. هات هات خلينا نحط لكم حق القرصان ذا. ايوه كيف السعاده الحين يا شباب؟ لا مو بنت وخر انت كيف؟ ايه مبسوطين مبسوطين، بس كميه الاسماك قليله والديكورات برضو قليله والنبتات قليله، بس شو اسوي؟ هذا الموجود يا شباب. امسك امسك اكل. الحين هذول اللي فوق كيف اشيلهم؟ يوم ماتوا طيب كيف اشيلهم؟ فيه هذه نت. ايوه هذه. معليش معليش والله يا خوي اسفين والله، بس يعني يعني ما نحسب انها مويه مالحه طلعت، قصدي مويه حلوه طلعت مالحه او العكس. تعال تعال بس نرميه قبل ما يموت حتى. معليش معليش والله بس فشل فشل في التخطيط. طيب ايش ناقصهم؟ كميه الاسماك يقولون ناقصه شوي. ايه فيبغى لنا نزيد كمية اسماك، متأكدين نزيد؟ متأكدين تبون نزيد؟ ترى الوضع بيصير زحمة والله. نحط لكم لوحة ممنوع العبور ولا لوحة اسماك قرش، ان هنا في اسماك قرش ترى. ترى في اسماك قرش يا شباب. اي بالله ايش رايكم في الديكورات الفنانة؟ باقي تبون ديكورات يا شباب؟ الحوض ما يكفي. جمجمة ها نصغرها اصغر شيء. جمجمة وين راحت؟ المح الجمجمة. وين؟ قطين ها. جمجمة شوف. اوكي 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 باقي كميه الاسماك. خلونا الحين نحاول نزيد الاسماك اللي عندنا اخوانهم، نجيب اخوانهم يعني. هذه اتوقع ايوه. كيف السعاده الحين يا شباب؟ باقي هذه ديسكوس، خلونا نجيب سمكه اللي اسمها ولا ذي. لا لا ذي حقته ذي اللي زعلانه من الحراره صح؟ اي هذه ما تنفع ما نقدر نجيبها لان الحراره ما تناسبها. خلونا نجيب ثنتين من هذول، خليهم اكبر حجم، خلهم يدحشون يا اخي. ليتهم يحطونها في كيس واحد. وقل عم الزحمة والله حوضنا مليان شوي. طيب خلينا نشوف الوضع.
بلانتس، هذا يبي نباتات اللي اسمه بيرل بيرل اللي هو اللؤلؤة، يبون نباتات. بس والله يعني الشباب ما عندنا نباتات، او عندنا بس ما عندنا مساحة، الحوض ابتلشنا فيه صغير والله. ها رمينا لكم ذي، ان شاء الله الوضع تمام. بعضهم زعلانين بعضهم سعيدين، ماني مبسوط بالتصميم حقي والله، مو عاجبني لان لحسه شوي يعني. طيب بما ان هذول عايشين في المياه العذبه، فيبغى لنا نجيب لهم صوره مياه عذبه، اظن هذه صح، هذه اتوقع انها احسن شيء. نقطها هنا ورا، شوف بالله كيف، والله ماني مبسوط صراحه بهذا. شوفوا كيف التصاميم، شوفوا الاسماك. ها شباب مبسوطين؟ مبسوط انت؟ والله مدحشين، ما في مساحة تسبحون فيها، آسف يعني، بس والله يعني هذا الموجود يا شباب. طيب الحين إيش، كيف أبيعه؟ هذا وش الحين؟ حسب اللمبة عشان نصور، أبغى أبيعه طيب، ولا مثلا أنقله من هنا. طيب هل نقدر نشتري الثاني ونشتغل عليه؟ ما نقدر، ليش؟ يا خوي خلاص هذا ما عنا نبغاه. طيب هذا تصميمنا للمياه العذبة، أتوقع لازم نطلع وندخل مرة ثانية. خلونا نحاول نصمم شيء للأسماك المالحة، أو للمياه المالحة، أو للأسماك اللي تعيش في المياه المالحة يعني باختصار. أوه رجعني محلي، ريسيت ريسيت، يا هنا نسوي ريسيت. طيب بسم الله على بركة الله، خلونا نبدأ صح المرة هذه، بدون أي مشاكل. ناخذ لنا حوض واحد، والله الحجم! أوه الشفاعة. طيب، مياه مالحة، إيش المفروض نحط؟ بس قبل ما نحط أولاً، يبغانا نختار التربة. المشكلة في التربة يا الربع أنها، والله ما أدري. نختار تربة فاتحة للمياه المالحة. اي هذه فنانة، احس تحسونها فنانة ذي، احس انها فنانة صراحة. شوف كيف كأنها ايس كريم، والله كأنها ايس كريم صدق، بس حلو 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 يعني، بيطلع حلو خاصة مع الديكورات حقت المياه المالحة، اتوقع انها بتطلع حلوة. اشوف والله كأنها ايس كريم صدق، والله العظيم الزبدة. خلونا الحين نشتري سطول موية، بشتري 5 لان يمكن تكفي يمكن ما تكفي. اوه لا والله اني اتوقع اني كثرت بزيادة، اتوقع اني كثرت، يب 4 يكفون بس 4. شوف بنحط الخامس حنا، ان قبلت اللعبة ما عندنا مشكلة، ما قبلت نقط طمه هنا ما نبيه، يب ما عاد يقبلون خلاص. طيب نحط ملح، لا تنسون ضروري نحط ملح. هذه ايش؟ فلور بينت. اوه هذه للديكورات. طيب وين الملح؟ وين الملح؟ كيف ندور ملح؟ هذا هو، اوكي هذا الملح. طيب نحط علبة ملح عشان يتحول، ايه يا اخوي ادري، عشان تحول البركة هذه إلى بركة مياه مالحة، عرفتم كيف؟ فقبل ما نحط الأسماك وكل شيء ثاني، خلونا نجهز البيئة أولاً. نبدأ بالديكورات ولا نبدأ بالنباتات؟ أتوقع نبدأ بالنباتات أحسن. شوف نضغط على السولت ووتر، على المياه المالحة. طيب خلونا نحط من هذول الطوال، ناخذ منهم 4 أوكي، ونحطهم على الحواف هنا. شوفوا شوف كيف، شوفوا كيف. ممكن ولا دقيقة خلونا نحشرهم جنب بعض شوي كذا أفضل أحس. ايه كذا افضل، كذا افضل. بس تدروا ايش مشكلتهم ذولي؟ ان ال لا ما ابغى اخذها، خلها محلها يا ملقوف. مشكلتهم ان الحراره ما هي بواو يعني، حرارتهم ما ادري. هو ذولي كيف، هذه اسمها فلورا. طيب هذه ايش اسمها، كيف اعرف ايش اسمها هذه؟ سيويد، اوكي هذه سيويد. طيب دقيقه، هذه السيويد، سيويد من 31 ل 24. هل ما ادري، هل نحط هذا اول، السمك اول عشان نعرف الحراره اللي راح نستخدمها؟ اتوقع اني بحط السمك اول يا جماعه، مع انه ودي اجهز الحوض قبل ما يجون الاسماك. طيب حطيت الحراره 24، حطينا ثرموميتر وفلتر وهيتر. نكمل زينه للبحيرات. طيب عندنا الحراره 24، فالمفروض هذه تكون كويسه. خلونا ناخذ منها 3 ونحطهم هنا. شوفوا شوفوا، نحاول نخلي كل مثلا فئه من النباتات في جهه واحده، على اساس يعني انهم طلعوا مع بعض وكذا، عائلة واحدة يعني، فاميليا. طيب ايش بعد؟ ناخذ الاعشاب الكبيرة هذه، او هذه 21 للاسف ما نقدر، لان الحرارة عندنا 24. طيب هذه نقدر، نقدر ناخذ منها 2 مثلا، هذه كبيرة شوي تعتبر، نحطها هنا ونحط الثانية جنبها تقريبا عند الفلاتر. شوف كيف، لا بأس لا بأس. باقي عندنا اصداف وعندنا مدري ايش، فما عليكم يا جماعة نضبطها ان شاء الله. نجي لهذه ناخذ منها 3 برضو، نحاول نغطي فيها الفلاتر هناك، تشوفون يعني نعزلهم عشان ما يشوهون المنظر حقنا حق هذا البركة. شوف كيف، لا بأس لا بأس. نجي للنص بعد شوي، بس أفضل أني أخلي النص ديكورات، مو بنباتات يعني. مثلا نجي للديكورات هنا، تشوفون كل الأصداف هذه أشياء بحرية حقت مياه مالحة، وبرضو عندنا الأشياء هذه مرة رهيبة يا جماعة. طيب خلونا ناخذ 2 من ذي، ناخذ أصغر حجم، والله مرة صغيرة بس يعني، نحطهم هنا، وهذه الثانية هنا.
هذول الصغار طلعوا توقعتهم اكبر نقطتين يعني. خلونا برضو ناخذ هذه نخليها شوي كبيره، ناخذ ثنتين. شوفوا ذولي كبار يقلع ام الحاله. او طاحت. دقيقه ليه تطيح؟ لا 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 لا، كيف اخليها تقوم؟ لا لا يا غبي. طيب خلونا نسوي كذا بعدين نشيله ونعدل ونحطه. هل بيطيح؟ طاح. يقلع ام النظام، ابشركم هذا طلع افضل مكان لهم. ما حاولت احطهم في جميع الزوايا يطيحون، كل ما حطيتهم طاحوا. طيب بنكمل مو مشكله. خلونا ناخذ هذا الشيء الجميل، ناخذ منه اثنين. كيف الحجم؟ لا بأس، حلو حجمه مناسب جدا. نحط هنا واحده، نحط الثانيه هنا. كيف الى الحين وضعناه؟ حلو صح الى الحين ماشيين صح لا يا اخي يا اخي ابغى اثبته بس. الى الحين ماشيين صح في التصميم، اشوف كيف. لا والله حلو حلو. كيف الحراره يا خوي؟ الحراره 24، امورنا زي الحلاوه. طيب ناخذ الجره هذه، كيف الحجم؟ اوكي لا بأس لا بأس. شوف عادي الجره تكون من سدحه، حطها هنا. اي لانها تعرف في البحر فاو شيء خليها واقفه فاكيد بتطيح. ناخذ السفينه ذي، خلونا نكبرها شوي. الله لا لا تحمست شوي يا طيب. صغرناها شوي، خلونا نخليها مثلا نميلها كذا كانها غارقه يعني طاحت. نحطها هنا. اوكي لا بأس لا بأس، بس ما ابغى اجمع كل شيء في النص يطلع شكله شوي خايس. طبعا تعرفون سفينه لازم يكون جنبها جمجمه حقت القبطان. هنا تكون حلو حلو حلو. بس دقيقه الارضيه فاتحه بزياده، ليتنا غيرناها والله. هذه حلوه الزبده عجبتني. كيف الحجم؟ اوه والله فنانه. دقيقه هذه يبغى لنا مجموعه مو بس واحده. نحطهم هنا. طاحوا يتسدحون يا اخي، ما خسني فيكم. وقف يا اخي اغرز امه انت. وخذت واحده اكبر منها تنحط جنبها على اساس يعني هذه الصغيره وهذه الكبيره. ولا دقيقه خلونا نصغرها شوي. ايوه تكفى وقف تكفى وقف. اوكي حلوين، شوفون كيف؟ الله حلو والله. الى الحين التصميم عاجبني صراحه، مره جميل. مع اني ما افضل الحجاره بس خلونا نشوف هذا كيف حجمه. الله لا كبير ذا يا شباب. دقيقه نقدر نصغره كذا. ايوه نخليه هنا هنا مثلا. بيطيح بينسدح طبعا طبعا، وسدح الباقيين معه. اوكي ثبتناه هناك تقريبا. ذولي خلونا نثبتهم عشان ما يطيحون. كيف الى الان؟ جميل جدا، مره جميل وعاجبني صراحه لابعد الحدود. اكيد اكيد نجم بحر، اكيد عطنا نجم بحر. بس والله وش ذا؟ اوكي مو مشكله مو مشكله، بنشوف المكان. حط بسيط هنا هنا قدام. ايوه اوه والله حلو شكله، بس التربه ما تبينه يا اخي. تشوفون مو مره واضح. عطنا من ذولي الصغار البراكين ذي، ما ادري وش هي. حطها هنا جنب بعض على اساس في بركان هنا في البحر حقنا، عرفت؟ وهذه الثالثه حطها هنا. والله حلوه حلوه الى الحين تمام. باقي اللمبات لا تنسون، اللمبات بتخليها احلى واحلى. اصبر شوي بس، والله في اشياء كثيره مره. شوفوا هذا ممكن يطلع احلى من اللي تو اخذناه. اوكي بنحط هذاك هنا وهذا هنا. لا وين راح؟ خلونا نخليه هنا قدام الجمجمه ذي. اوكي ايه كذا تمام. تدرون المنطقة اللي ورا هنا ما فيها نباتات، تعمدت اني ما احط نباتات عشان ما ودي نعبي الحوض حقنا نباتات على الفاضي. طيب دقيقة، نجي للأسماك الحين. ودي بخربطوط. اوكي الاخطبوط عندنا الحرارة 25، خلونا ناخذ أكبر حجم. ايش ذا؟ تفضل كيف وضعك؟ مبسوط مبسوط. اوكي بس النباتات يقول كثيرة بزيادة، كل تبن تحمل. يبغى له عدد شوي، خلونا نجيب له اثنين زيادة بس صغار نخليهم. هذا واحد وهذا واحد. كيف بالله يا شباب مبسوطين؟ حلو يبغى لهم واحد بس. دقيقه دقيقه نزيد لهم واحد اكبر حجم. لا مو اكبر حجم، اصغر حجم. يلا ونقطه معهم. كيف الحين مبسوطين؟ ايه شوفوا زاد. الا النباتات عندهم يقولون تراها كثيره بس كيفهم يتحملون. طيب نجي للحصان البحر وش اسمه ذا، نجيب اثنين كبار. افا يبغى حراره 26، احنا 25 الحراره. للاسف احنا بنحط الزبده، اذا مات مات عاد وش نسوي؟ كم احنا حاطين الحراره؟ 24 حاطينه صح؟ اي 24. اخطبوط كم يبغى؟ الاخطبوط مبسوط في الحراره صراحه. طيب نشوف حيوانات اخرى. اوكي نيمو ذا. طيب نيمو ناخذ اثنين كبار جدا، قطيناهم. للاسف احجام الاسماك صغيره، والله كنت اتمنى انها تكون كبيره مره. هذا حلو نفس الحراره اللي نبغاها احنا. خلونا نحط واحد هنا. دقيقه ليتني شريت واحد ثاني بعد. وهذا هنا. بالله كيف؟ وضع جميل جدا. دقيقه خلونا نحط خلفية للمكان حقنا. وش نحط؟ قناديل ولا هذه؟ هذه مثلا من الأشياء الجميلة زي هذه مثلا. هذه ممكن تكون حلوة يا جماعة. دقيقة لا لا مو هنا مو هنا يا غبي. شوف وين حطها، ما خسك. كيف أشيلها؟
اوكي ما اتوقع اني اقدر اشيلها، بس تدرون خلونا نكمل نحط هذه هنا، شوف الشكل كيف حلو. برضه يبغالنا نحط واحده هنا، دامها خاربه خاربه خلونا نكمل. وهذه هنا جميل والله، والله طلع مره جميل. شوف اشكال فرس النهر، فرس شو اسمه ذا، حصان البحر ما ادري شو اسمه، والله جميل. كيف الجوع يا شباب؟ بنقط لكم اكل بعد شوي، بس اصبروا خلنا نعطيهم اكل حيل لا ننسى. اها لا وجغمتين بعد، ها واحده ثانيه يلا. طيب الحين يبغالنا نضيف لهم لمبات، ما عندنا الا نوع واحد من اللمبات للاسف. شو نحط؟ نحط ثلاث لمبات هنا، واحده ناخذ الثانيه نخليها، نحاول نخليها في النص قد ما نقدر، والثالثه تكون في الطرف. شوف هذه يبغالها تروح يمين شوي، ايوه زي الحلاوه. طيب نشغلها نخليها ازرق، خلونا نجرب بنخليها ازرق الحين كلها. بالله كيف والله جميل يا جماعه، انا والله مره عاجبني، ايش رايكم بالله؟ خلونا نسوي الانسبكت، شوفوا كيف عندنا الحياه البحريه هنا، عندنا اخطبوط وعندنا ذا الازرق وش اسمه، اخطبوط هنا ثاني يتسحب، نيمو صح، هذا نيمو صح، فايندينج نيمو ذاك الفيلم. والله جميل مره عاجبني الزبده التصميم هذا صراحه، فقولوا لي بالله ايش رايكم فيه، ابدعنا ولا لا؟ هل تنصحوني اصمم في الحياه الواقعيه ولا لا؟ هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم. With the